عندكم هادشي هما هي وصلي انا ما كان ما كنت كان تعالوا السلام عليكم. إذا مشاهدينا الكرام من خطة المدفع والإفطار وتلاه إلى المغرب وبدأ المطعم بتناول طعام الإفطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وأن يرزقكم صلاة وإفطارا في هذه الأيام. أقول لك أخطوك اللي كنت يعني بس خاصة بدأت لا فيش مش عارف بس ناكل لقمتين وبعدين بنفرد هون بناكل هذا بقول لك احنا هاي والتي نقلنا لكم فيها في خطر الغروب يوم 23 من شهر رمضان المبارك حتى نلقاكم في نافذة الأخرى. نترككم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.